Et bonsoir tout le monde. يا اللي بديت نزل بقى انزلي ايوه كده ايوه كده. بونسوار tout le monde. ليلتكم زينه الناس الكل. بقى تي وينك؟ ثم عبيد ما نحبش الرغم نظرها في اللايف والله خاطر قليل معروف قليل معروف. تبدا انت اول انسان معناتها طلعتهم على السوشيال ميديا ومن بعد كي يطلعوا على السوشيال ميديا ما يتلفتوا لكش ومن بعد كي نهارتوا لهم في اول لوحات في الاستوري اول لوحات في اللي لايف ماذا بيا ما عشر راكم خير من بلوكيكم راني معناتها ثم اسمي قاعده ثم اسم قاعد يطلع وتر لي اعصابي البريود هذايا ملي ركبت حاجات في داري وهي قاعده تتفرج فيا ماني كلمتك وقلتي لي لا انت اول ما جيتني عملت لك ببليسيتي بليش ونهار اللي كلمتك انا قلت لي تعطيني تخلصني تخلصني قديكش قليل اتصل وكها والله زيد كنت تسرق في عارفك قبل بغيف مش حب الراك جملة واحدة بدأ بيه العاد الراك تفرش في الستوري متاعي العاد الراك تفرش في اللايف متاعي خاطر قليل المعروف نكرام برشين وانتي مرا قليلة معروف اما ما حبيتش نعبرك حتى مش نعملك بلوك نسيتك تلمو مش حطتك في مخي جملة خاطر نعمل عليك مزينة كي نكلمك قولك باش نخدم لك تقوم انتي تقولي بالفلوس الله يرحم الايام اللي كنت تجي وراي باش نزعليك التليفون دخل حما علاش اخي هو حما قال لي دخلني باش ندخل وندخل عبيد ما شبيكم تغسلوا العبيد ماريونيت تراو عبد في لايف عبد تحرجوه تقولوا له دخل فلان ولا مسكينه مثلا نصور حما داخل يتفرج نقول له انا متكي حما توا فتحت الدوش عريان هيا ادخل نقول له حما تحترم خصيت العبيد تو حما كان يحب تقول ما احلى زينك عايش اختي ليه والله ثم عبيد مخيبهم معناتها وملي عملت الببليسيتي لحد اخر غيرها هي خاطر علاش كون نرضى فهمت طلبتها معناتها فافور ليها هي في بالي فافور قال لي قعدت نغزرها من با جاوبت قلت له اوكي هاي في لمين علقت عليه التليفون هاي باي 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 من وقتها هي واقفه كل عفكي عرقوب العزيف في ستوريت اول واحده تفرش فيها هي باري ابعديني ما كي قلتي لي باري تنبي في وجه ورقه الامنيات لازم نحطها في صندوق عادي في ساك عليه في ساك يا اختي باش تهزها معاك وين تمشي باش تحطها تخبيها هكا بربي اعطيني اسماء قصص باهين نقراهم والله ما نستحضرش الحقيقه عندي برشا ما قريت حتى قصه لكن ثم شو اسمه توا شو اسمه قصه حلوه برشا قريتها دغني غما حمام الذهب تاع كاتب تونسي سيت اسمه معروف برشا محليك ساموره تقتل عيشك عينيك احلى يا حلوه ربي فضلك محلى زينك عايش اختي حما حال حال لايف ها ما فهمتش علاش تقولوا لي حال دخل حما ما فهمتش محليك ربي يحفظك من كل شر عيشك دو غيان نونو كتب باهي تقصد اي تو بيلي تقصف لي تو بيلي ليه خاطر عبيد قليل معروف برشا كل يوم ما كانش تفرش فيه جمله كل يوم في وراي في ستوريات من اول العبيد اللي دخلوا في اللايف برا امشي ابعدني انا نتفكر كين كي راك فيتن الفيزا يقتلوا كتبها وي اما اخر كتاب ما قريته ليه جمله واحده مش يتوش لازمني نمشي نشري باش نقراها ديما نهبط وسط البلاد وديما ننسى باش نشري ديما ديما فهمت علي لكن انا فهمش حتى كتاب ما قريته ليش يميمتي على زين الله وحد عيشك عينيك احلى يا غالي ومن ليبيا احلى سلام اهلين امل من ليبيا ما احلى لبستك عايش هكا اليوم حكيت عليهم يذوم برشا الوان فيها تقتل البنات تقتل 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 وباش 90 دينار مش غاليه معناتها ياسر ياسر البري ريزونابل قدام الكاليتي نجمو ترقاو دي زونسومبل هكا حتى ب 60 دينار راهو ب 55 دينار لكن قميش عرق نعيطلو معناها انت تلبسهم تبدا مدوشه وعامله ديودورون تاعك ولا ستيك ولا شنو تمشي خاطو تلبس فوقهم كبوت تمشي باش تقابل الراجل تعمل كارح تضبطك نجم تهرب بلاد اكثر الحاجات اللي تنقص من زهر وبخت العبد انه يلبس قميش فقري قميش خايب قميش يبدا يحك فيه يبدا موش اليس في وسطو يبدا يدق فيه تخلي لك ديما طاقتك مش قد قد تبدا على اعصابك منرفز حاشم عامل هكا متكمش موكش tu n'es pas bien dans ta peau فهمت فوالله العظيم والله العظيم الخامه نتاع القميش من تصورتها باش تبيعهم ب 180 قلت في اللي قال توا الدنيا راقده والعبيد ما عنديش فلوس قلت بتتخي عملوا 150 180 باش تبدا مش نازله ما هي تحت ال 100000 تبيع فيهم معناها بصراحة أفير تحفونا ياسر أنا هذا حسب رأيي وأنتم محرم
سا فا بيان انستالي سامورا في جاردان دو كارتاج، عجبتك الحومه؟ مش برشا انا منين مسنسه بالجوج، ما بالعبيد بالحس بالكل، فهمتوا؟ لكن سي دو كالم، باش نجم نقول خايبه ما نجمش نقول خايب، خاطر كالم عجيب معناتها بالرسمي فتره معناتها نقاها، اي انسان يحب يعمل نقاها يسكن في عبيد كارتاج، ياسر منظمين، ياسر عبيد ما عملوش الحس، يطلعوا يهبطوا في البلاصه ما تسمعش حسهم، دايوغ نحس روحي عايشه وحدي، بورتون البلاصه كل في عبيد، ولكن انا ماني تو مش عبيد، فهمت؟ حسهم ما فماش، وهما المحله ليزولاسيون عاملينها باهيه برشا في البلاصه هذيا، والديار بعاد على بعضهم، وانا جاي الكوتي الشيره البارتشينوي نتاع الدار جاي مقابله الخالي من غادي، ما قداميش طول البلاصه، فهمت؟ تدخل بارتي جور وميم في البارتي جور ما يسمعك حتى حد. هما لا الحقيقه متى كل واحد شجعنا سامورا على الخدمه والمشاريع لانه نحتاج نختار من القوقعه اللي راني فيها. يا اخي هو الانسان متطلب تشجيع باش يحسن المستقبل، وزاد يا عمري جيت تهبلي عيشك عيشك عينيك احلى عيشك. سامورا تنجم تكيف تورينا التونو، تقف تورينا التونو، وقفت وريتولك في ستوري، ادخل ستوري مزدت كي وريت التونو، اللبسه عامله عليها ببليسيتي اليوم، انا تو ما عنديش ساعه لتالي، معناها انت تنجم في ستوري تدخل وتكحل كيما تحب صاحبتي، مع خليتك المجال تكحل، محلى زينك ماشيه وتصغار ما شاء الله، عيشك عيشك، ميرسي بيان ربي فضلك. سمارة يا سمارة الجزائر كلها تحبك، عيشك. متاعك محليك سموره، ورينا الاوتفيت موجود عزيز قلبي يا اعزائي يا احبائي يا احباء الانستغرام يا جمهور الساموراي، ان هذه اللبسه وغيرها من الالوان الاحلى من هذا اللون موجوده حاليا على ستوري، تقدروا بعدما نسكر اللايف تتفرجون في ستوري او تذهبون تتفرجون في ستوري وبعدين ترجعوا على اللايف، ما في مشكله يعني، لكن موجود. باش نعمل عمليه كرشي وصدري كيف سماره، ايش تنصحني؟ والله ايش باش ننصحك، انا واحده من الناس فرحانه ياسر بالعمليه اللي عملتها، حتى كي نسمع الكرشي ما تخرجش، فما من اكثر الحاجات الناجحين في حياتي عمليه التجميل، تكون محظوظ جدا كي ينجحوا، معناتها انا عمليه التجميل اللي عملتهم الكل نجح، كرشي صدري وانا هذوك، وعملت الشفط، عملت لابدو بلاستي، معناتها عملت كرشي وعملت الشفط وعملت صدري، وثلاثه ناجحين نجاح باهر والحمد لله والحمد لله، ونتمنى لكم المثل او اكثر. وينو الكلب؟ بيقي ديما في ديجا عمل كاكا في الصاله، مش هزت نور هبطتو باش يعمل التواليت نتاعو، بعد طلع على طول خليته يدور شويه في الدار، عمل كاكا في الصاله، عاود تحصرته في التواليت، جوني ماغمل الوسخ ما عادش نتحملو على خاطر الوسخ هذاك، نخليش البركه تدخل للدارين. وه على العربيه تقتل يا سماره ما شاء الله عليك، عيشك ربي يفضلك. سماره سكر كونت باش يبعثولك فيك فولورز، والله ديما يعملوا لي فيها الفازة، ماهيش أول مرة ولا ثاني مرة، أنا ديما يعملوا لي الفازة هذي، لكن محمد خويا ورايا هو اللي قاعد يحافظ لي على الكونت نتاعي وعامل لي السيكوريتي اللازمة، معناها نهار طول وإحنا في ديرابور مع الانستغرام، ال 24 ساعة وهما يبعثوا لي في الفيك فولورز، يسينياليو لي في اللايف، يدخلوا فيك فولورز ويخرجوهم، يدخلوا فيك فولورز ويخرجوهم، والحمد لله ورايا محمد خويا يصفي وينحي يصفي وينحي يصفي، هما يدخلوا فيك فولورز هما يفلترهم، ويدخل فيك، أنا جبو تصبيح اللي عند الزملاء، هو يدخل فيك فولورز وهو يفلترهم، محمد يدخل يدخل اشك فا يدخل اي بروفيل نايم عنده اشهره ولا اصفار اصفار ينحيهولي من الانستغرام تاعي باش يقعد نظيف. علاش انا كون جو في لونسي ان كونكور مانيش باش نطلب من حتى حد انه يعمل بروفيل يبدا صفر صفر ويدخل به على خاطر يطيح البروفيل اللي داخله، معناتها انت تعطيني انا فلوس باش نطيحك، فهمت شنو؟ فباش يكون حاجه حقيقيه جدا، تحبوا تدخلوا معايا مرحبا، ولا تدخلوا مع زملائي مرحبا، الكل خير وبركه، كل واحد وين يرتاح. شكون طبيب تجميل نتاعك سمورة؟ تمتيحي. الكلاب مشكلة فيهم اني كلبي كشيت عليه ما عامش يعمل ماء، ما عادش انا تعشني مشكلتي، مشكلتي انكم ديما تنصحوا فيه ما عندكمش ادراك لي انا فماش نصيحة ما عملتش بها، معناها الوقت الخروج التبي المسيسة الريكومبونس الربطة الحسرة الحديث اللعب توسيع البير كل شيء عملته مع الكلب إلا نسيست باش يعمل بيبي وكاكا في وسط الدار، حاجة اللي تقلل لي الرزق وتقلل لي البركة، حاجة تقتلني أنا كي يعملها، فأنا مازلت نعطي فيه في فرصة ونربي فيه، وتوا آخر حل باش نعمله باش نجيب باش نهزو يعملوا له دريساج على البيبي والكاكا، آخر حل، يا واحد يجيني للدار يا أنا نبعث لشكون، بربي يعطيوني أون بون أدغيس، بربي كي نسألكم على حاجة ما عادش تقولوا لي ما نعرفش وبتيتخ، إذا ما تعرفش وبتيتخ مش لازم تجاوبني، أنا حاجتي بمعلومات أكيد. فهمت؟ معناها تقول لي انا نعرف فلان فلاني درسي لي الكلب نتاعي هاو نمروه، هكا الانسان يساعد انسان مش والله وسمعت وبالكش وما نعرفش ونسمعت بهم عملوا درساج وهذه باج ريت على الفيسبوك وذيك تيوم بيرتورب، نولي نحل الميساج هذايا نهبل نكلم هذا نقولش نعمل نبطل، ما
تدفعوش تعاوني زدت غرقتني كيك. فديما واحنا نعاونوا العبد كي نبداو متاكدين معلومه مانيش صونسي نعاملوا تاع شنو عندنا مشكله لا توينسه في طبيعتنا حتى كانت عندي ديما نحسوا روحنا مسؤولين باش نعاونوا العبد ومسؤولين باش نفرحوه ومسؤولين باش نقولوا له في بالنا كيك قاعدين نعملوا في الخير ماهوش خير هذاك توي اون تران دو بيرتوربي لا بيرسون. انا نكون قاعده رايده باش نعمل دريساج الكلب جي انت تمهمشني كيفاش تقولي انت بالك شو الاخر يقول لي لا على والاخر تقول لي انا ريت تقول لي انا سمعت تقول لي انا ريت باجع على الفيسبوك انا كيفاش نعمل معروفه صحيحه من الغلطه فنفد ونقلق وما نلقاش حل في الاخر وانت هكا زدت حطيت لي سقايه في الطين. فاذا ما تعرفش ما تقولش وماكش سونسي تقول باجيتو مش لازم تعاوني جمله خاطر مش مسؤوليتك انك تعاوني ماكش مسؤول عليا انت ولا على كلبي باجيتو. كان تعرف معلومه اكيده واجب عليك تعاون ما تعرفش معلومه اكيده ما تكسرش راسك ما تعبش روحك ما تعمل حتى افور فوق من الافور العادي نتاعك لازمك تعلم تحط روحك في منصب عالي بينك وبين روحك انت ماكش موجود لهنا لا باش تكون سبب في اسعادي ولا في اسعاد غيري انت فقط عليك اسعاد نفسك واذا تقدر حاجه تعملها ومش فوق من جهدك ومش فوق من طاقه احتمالك اعملها باش تكون لك سعاده علاش خاطر هي الصدقه ولا الطيبه ولا المساعده وكل مجهوله باش تنمي الحب وتحطي الفرحه الحقيقيه للانسان. لكن تصور انا نعمل في حاجه فوق من قلبي ما نجمش نعملها مانيش متاكد منها بالرسمي قاعده تتعب فيا تعب في صحتي تعب لي في مصلحتي ونعمل فيها انا قاعده نحط في قلبي في برشا هموم وسموم اخرى قد ما هو ديجا موجود فيه. فما عادش تقدموا حتى خدمه ما تقدروش تخدموا عبد قدامكم ما تنجموش تعاونوه ما تعاونوش تكمل تعدى وكاو مش مسؤوليتك ساعاته. حبيبتي سمرة اصلا الكلاب منكوره داخل لا انا الحكايه دي ما نحبش نسمعها على خاطر ما فما حتى حاجه في القران تقول لي الكلب منزوس احاديث واحد يقول اي واحد يقول لا واحد يقول قال الرسول الاخر يقول لا ما قالش والاخر يفسر الحديث هكا الاخر يفسر الحديث هكا فهمتي برشا يقولوا الاغلبيه العظمى تقول اني الكلب منزوس في الدار نعرف لكن ثم اقليه تقول لي لا وعندها زاد هي الحجج نتاعها سو انا من العبيد اللي يقولوا لا فهمت لكن انه هو يمسخ لي الدار في كل بلاصه وفي كل تركينه وديما البول وديما معناتها البنات راه لازم كنت ممكن نقوم الصبيح نحط سقايه ما تحصرته غايظني انا حصرته ما نحبش نحصره راه هو ماهوش مانيش جايبته باش نحصره وين لكن ما تنجموش تتصوروا قداش نبدا نعفس حاشيكم على النزاس ما يجيش نبدا ساعات مراش بعد شو نبدا نتلفت نلقى روحي مشيت على الدار كلها بالبول ولا كلها بالكاكا ولا ليه ذي حاجه انا مرا موسوسه بالنظافه نقتل روحي ما نجمش نموت انا كي نعفس على البيبي ولا حاجه نقتل ثلاث ايام مانيش قد قد فهمت ما نجمش ما نجمش لانه ما نجمش الوسخ كل شيء نجمو نتحملو ونعديه مهما كان صعيب الا الوسخ فهمت فتو في الدار الجديده لقيت فرصه باش نحطه في التواليت ما تتصوروش قداش عملت معاه من حلول لكن الا انسيست انه يعمل بيبي وكاكا في الصاله وفي الكولوار وفي البيوت ويدخل تغفل عليه دقيقه يدخل البيوت عم كاكا في البيت هذا في البيت هذا في البيت هذا ويخرج تصور انت نبدا داخله الفرش باش نرقد نلقى حاشكم روحي عم عفص على خاريه وهو كبير ما تعود كبر والكاكا نتاعو ولات كبيره معناتها بصراحه سي ان سي 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 فاتيغون معناتها نفسيتي تعبت برشا منها الحكايه كيف اصبح ثريه بالنيه ورينا اللبسه اللي لبستها عزيزه قلبي موجوده في الستوري مع هبطها في ستوري بدل القطاطس كيف لقطوس لا انا طبعا انت مش في بالك انا بعد الحب اللي حبيته للجزوزه مازلت نجم نحب حيوان تابي دي جين او سيل فو بلي نم دوني بلو سوليسيون لي تابي جين القرط الحطب الحجر الريجين الحجر نتاع الكلاب الكوش حاشاكم اللي يلصق فيه المسيسه الخروج الوقت المعين اللي يخرج فيه الريكومبونس المسيسه الضرب السياسه الصياح كل عملته مع الكلب الكلب الى نسيس يعني بيبي كان في وسط الدار وكاكا وتتصوروا تو كبر معناتها نجم نموت انا كان يهز ساقو يعمل بيبي على الصاله نجم خشيتها غاليه برشا تصور يهز ساقو ويبول لي عليها صاله نجم نعيفها مش نرقد عليه بالكل كاو نعيف انا روحي نعيف انا كي نمخد خشمي ما نغزرش روحي نعمل ما نجمش من وين كيفاش نجم نتجاوز علاقه حبيته برشا نحب نقدم ومش منجم تو تنجم مع الوقت تو تتجاوز مع الوقت الوقت كفيل انه هو يداوي اي جرح من وين التغيير ما فهمتكش نقول تحكي على جوجو حاجه متعبه برشا الحقيقه معناتها ريتك البارح في سونتر فيل في بورت دو فرانس محليك حبيت نعمل معاك فوتو دوماج
اش قولك في الحمله ضد شيماء منصور مسكينه؟ والله انا شيماء دفعت عليها لين تعبت، لا هي حابه تفك ولا العبيد حابوا يفكوا عليها، لا هي زيدا قالت يزي الحقيقه زيدا كل واحد نعطيه حقه، ولا العبيد حابوا يفكوا عليها، عبدوا المعبود ربي نهار طول ما يحسبوا لها، وهي مزيده في القدام ما تعرفش تتمالك الوضع، ما تعرفش تسيطر على الوضع، ماهيش شك فوا باش تلقى شكون يدافع عليها، فهمت؟ انا ديما ندافع عليها شيماء لين تعبت بصراحه. بصراحه تعبت وسلمت، لا تحب تسمع الكلام ها نقولوا له الكلام تسمع من هنا تتنجم كان تسمعني، ما عندي ما خبي على عبيد انا حتى دغني غما قلت لها يا بنت الناس حتى خليني نعاونك، ما حبيتش تلمو كرشه كبيره شحبني نعمل لها انا شيماء، معناتها فريمون انا كليت السب في جرتها، دافع عليها وهي تكذب وانا عمري ما دافعت عليها، قلت لكم خليهم تكذبوا عليكم، قلت لكم بون هي تكذب وانتم هاكم تتبعوا فيها زيده، ولا توليت الحكايه تحتوكي وليت عندها فلوس ولا تكذب شيماء، ولا شكون اللي قاعد يقول عليها تكذب؟ اكبر كذاب في تونس، فهمت؟ يقول عليها هي تكذب حتى لين نحن عرض الناس، يعني على الاقل ما نعرفش ما نحبش الظلم، لكن دفعت تعبت شو نعمل لها؟ العبيد حاطينها في الحنجيره مش مسيبينها، قال لك تدخل في برشا فلوس علاش؟ ما فهمتش مدخلهم مش يهم، فهمت؟ عندها برشا حاجات تقول فيهم في لي كونكور غالطين زاد، لازم تنحي شويه الكذب زاد الحقيقه معنات، فهمت؟ انا نغزر باش نموت باش قلبي باش تنفخ منها، فهمت؟ ما يجيش حابل نابل شويه معناتها احترام، لازم شويه تعرف كيفاش تشد العصا من الوسط، فهمت؟ وتنقص العباد الكل قاعده تقول لك قاعده تكذب، نقص من الكذب، نقص هدي العباد، فهمت؟ هي تزيد فيه برشا، شنو نعمل لها انا وجيت تسلخ؟ شنو نعمل؟ بربي شي تحبني نعمل لها انا شيماء؟ ترى اعطيوني شنو يعطيوني حل؟ انا مع شيماء انتم اعطيوني حل، نحبها وديما نحب ندافع عليها، ونحسها الطفله الزواليه اللي وصلت بعرق جبينها، يا اخي عملوا لها كل عرفتم كل حفر لي اقعد فقيره لي اقعد زواليه لي اقعد اطلب كيفنا، انا هذه نموت منها شيماء ولا غيرها ندخل ندافع، خاطر انا حبوا يعملوا لي كيك تبقينا، ما هي ما حب تزيد فيه تزيدت برشا، ما فك اركح حريض، فهمت؟ انا قلت لها مره اثنين ثلاثه اربعه خمسه لين ريقي شيح ماش دخل روحي، خاطر انا ندافع عليك انا اسمع كلامي انا اكبر منك ولا ما عنديش غر بيك، حتى اخر مره طلبت منها المساعده رفضت، قلت لها نعاونك ندخل معاك ونعاونك، ما حبيتش نعمل لها، تحب تقعد تعمل في اللي في مخها بالضبط، حما قبل خرج قال انا شيماء دفعت عليها ما تسمعش الكلام، اش تحبوني نعمل لها؟ فهمت؟ انا اليوم نرجع نقف على كلام حما، نقول لكم دفعت عليه ما تسمعش الكلام، عمال زايده لقدام، عام ما تفهمش ما ياسر لقدام، شويه هدي اللعب. هي ما تحبش، فلذلك دبروا رؤوسكم انتم وياها، انا ما عادش دخلوني، انا ما عادش ندخل فيها شيماء، لو كان دراش يصير انا ما ندخلش فيها. اقسم بالله كيف كنحبها اما ياسر كذب، اه شنو نعمل لها؟ عاد ما زبش تولي العباد تدور عليا انا تو، يقولوا لي عاد سكر فمك انت سمر، لا والله عندهم الحق. يزي هدي. من عينيك مره واثنين وثلاثه اركح ريث 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 ريث، خيفت علينا تونس الكل. ما لا غالب. هي ما فهمتش مخها مش مصنوع ولا شنو تحب تعمل وما فهمتيش بالحق ما نفهميش. شوفوا يا جماعه باش نكون معاكم صريحه، انا راه ما عنديش كونتاكت بشيماء، شيماء تكلمني كان تحيه بمصيبه ولا من غير ما تكلمني ندخل دافع عليها وحدي، وما عمرها ما طلبت مني باش ندافع عليها، كل انسان نعطي حقه، انا عمرها شيماء سلفون قالت لي دافع عليها ولا حامي عليه مسكين جامي دلافي، انا وحدي ندخل ندافع عليها، لكن اللي قاعده نشوف فيه اشك فوا انا ندافع عليها هي ترجع تعمل الحكايه الغلطه من الاول وجديد. ساقط لاق تاكل فيها الدنيا سكل منشار طالعه تاكل هابطه تاكل. اش قداش ندافع عليك انا؟ اش مني العباد انا زاد تقدرني المره الاولى صح سمر يصيح عندي وقفوا عندي كلمه والعباد تمشي بكلمتي وتسمع كلامي وكل ما العباد تسمع كلامي مش خاطر خايفه مني خاطر تقدرني. انا كان مش نقعد كل مره ندافع عليك شيء ما تحبش تحشمي روحك تو العباد يحطوني معاك في العشق عندهم الحق. اش ندور عليهم ونقول لهم اش بيكم درتوا عليه في العجل؟ قولوا لي سمارة سكر فما كنتش مدخلك، يا اخي تحب تعمينا بالسيف؟ تهي المرة الأولى والعباد ونجمنا نديركوا الأمر وبردناهم وبردوا قلوبهم حنطوا يريض. هي صاير عليها حملة، اغزر لي من دو كوتي لازمكم تفهموا، شيماء بياخذينها في الفلوس وعاملين عليها حملة، هذيا نقولوها توكور، الطريقة اللي عملت بها الفلوس ولا هيك فاش قاعدة تعمل فيها هذيك حكاية أخرى. لكن اجا نشدوا العصا ان الحكايه من الاول، شيماء العباد داير عليها خاطر الفلوس اللي دخل فيها، هاو نعطيكم ملخص الحديث، اي عبد يعمل فلوس ولا ينجح يكونوا جد متعبوه في البلاد هذه، من الاخر،
يدوروا عليه الكل الباقي والخايب يدوروا عليه. انا ما ندورش عليه خاطر عملت فلوس. التكوليب هذاك ما نعملوش مع العباد، عملت ربي يزيدها. الفكره نتاع لي كونكور خلقتها شيماء منصور في تونس، ما نعرفش اما متاكده من المعلومه، يا هي وحما فرد وقت، يا هي قبل حما، يا حما قبلها بشوي، المهم متسمي على شيماء منصور، او شيماء منصور نجحت اكثر. اي بيك هي ولات عملت برشا فلوس، قام وداروا عليه، هاك عملتي برشا فلوس، ها يا اللي جيت من ورا الواحد، الكلام هذا ما نحبوش. ولا حتى حما كعمل الفلوس اللي جاي من قعفوري، منكره جينهم وانا الكلام هذا، جاي من قعفور جاي من تاجر وين، انت مخك خريط بيه، انت كي توا ولد ما نعرفش شكون خريطش فيك الظرف فقر ظرف، خدم مخك وجيب الفلوس وصحه وفرحه لخويا. لو كان كل واحد فينا ينجح ويعمل فلوس، نحنا نحاولوا نشوفوا كيفاش الطريقه اللي عملها وناخذوا منه معلومه صحيحه ونتفضلوا، راهو كنا كرز في البلاد هذه. اما كل واحد يبدا عنده زوز فرانك يقوم يكبوه مسكين يرجع كيفهم يطلب تحت الحيوط، هذاك اش نحبوا؟ هذه فكره، هذه هي الحاجه نكرهها انا. اما انك انت تتمادى وتقعد تكذب وتعاود تكذب وتزيد تكذب لين الكذب نتاعك غطى الجبل، هذيك زاد كهو. كل انسان عمل العمله يتحمل مسؤوليته، سي لو مومون او ال دو كومبروندر كو يلزمها تعرف تدافع على روحها. تو هذا هو، هي كذابه وهما غايرين منها، هذا هو بالضبط لخصتها، يرحم والديك. هي كذابه، احنا ما قلناش باش تكذب، وهما زاد غايرين منها، هذه حقيقه. كيما حقيقه هي تكذب، حتى هما زاد غايرين منها ويحبوا يطيحوها خاطر عندها فلوس. والله لا على خاطرها تكذب لحد شيء، والله قلت لكم على خاطر الطفله عملت فلوس باغضينا وحاسدينا ويحبوا ينحيوها من الاخ ويحبوا يرجعوها لتالي، هذه ما نحبهاش. لكن يا الطريقه اللي قاعده تعمل بها في الفلوس بدات تقلق في العباد، خفها برشا كذب، اون كومبغي بالكذب، استرنا 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 ما استر ربي ما عادش نجمو نصرو، انت احنا نصروكم انت فرحك، انا نصروكم انت فرحك. سو انا تو واحده من الناس دب راسك منك للعباد تو استلم، والله لا نعرف حتى اش صاير معناه. انا اخر مره عندي بها تعاركت يوم مالك اكا وهذيك غاديك وقفت الحكي وهام يتحاربوا مع بعضهم، ما لي ديتاي الكل والله لا نعرف معناتها، وقلت لكم والله لا نعرف. ها منك نسمع قلتوا لي هام داروا عليه، ها نعرفهم دايرين عليه من عام 6 الطفل، سيبوها وعبدوا عبدوها وسيبوا ربي، تسيبوا الطفله سيب، ما انت قلت كذابه هاك تبع فيه، هاك تخدم معاه، هاك تعمل معاه في لي كولابوراسيون، هاي تبيع لك، مش كذابه هي كيكه شيماء، البليده الكيكه الزايده ما نحبهاش، تبقينا هي عندها برشا غلط، هي عندها برشا غلط وما حبتش تصلح. فهمت؟ ما حبتش تصلحهم ما عادش نجم ندافع عليه، علاش؟ على خاطر كي ندافع عليه نولي وكاني شريكه معاه. وانا مانيش شريكه معاها وربي يعلم، وكا هو قصد بعض. مش حكايه تدخل فلوس هي تستغل في العباد، تاخذ في الفلوس ملان وتعطي في لي فو كونت للعباد، هذه حكايه قلناها له. قلنا يزيد اللي في كونت والعباد زاد طماعه برش، شنو صح يحب في 24 ساعه واللي عنده 150,000؟ ما ثماش 150,000. تحبوا الصحيح؟ ثم 40 50 60,000 صحاح هذوك. من الاخر نعطيكم الصحيح. والباقي كلهم فيك، الفيك فولورز يا جماعه يطيحوا في ستاتيك البروفيل نتاعك، مثلا انت عندك بروفيل فيه 10,000، اوكي؟ باش نبداو واضحين. البروفيل هذاك فيه 10,000 كانوا يتفرجوا فيك 1000 ولا 2000 في ستوري، وقت يدخلوا لك فيك فولورز حتى 100 ما عادش يتفرجوا فيك. هذه تدخل للعبيد توا وتقول لهم انا باش نعملكم كونكور يطلع لكم لي فيو ويبيع لكم هكا توا. كان تكلمت يا ويح، كان سكت يا عدان تفرش في العواج ونسكت. توا يا شيماء العبيد باش تدخل تبيع بالكونكور وباش تطلع لهم لي فيو بالكونكور هكا توا لينا نعملو، موش صحيح. ما عمره ما كان الفيو يطلع بالكونكور، الفيو يطلع بالكولابوراسيون، وما عمره ما كان الكونكور حاجه خايبه. نعاود نقولها حاجه باهيه كي نقولوا الحقيقه، حاجه تطلع في الفولورز كي نقولوا الحقيقه. اي ثم فرصه باش العباد تدخل بتدخل تتفرج فيك اذا هما دي فولورز صحاح اكتيف دي بروفيل صحاح، ناس طميعه يحبوا 200,000 و 300,000 سيكواسا، انت دافع مليون تحب 300,000 متابع؟ يحبوا يتبعوا العباد راهم يتبعوا بعضهم، تو هما يحكيوا عليها كيكا خذوا ارقام كل مصبوبين عندها في الكونكور، فما باش تدخل في الوسط باش تولي انت قاعد تحسب لهم. اي خويا دبروا ريوسكم انتوما عباد، مخاخكم فوق راسكم، كل واحد يعمل اللي يحب عليه. تبقينا انتوما كي ما تخدموش مخاخكم جمله واحده وما تفكروش، هي ما تلقايمكم والله نحلف عليها ساعات راهي تبدا تقول في حكايه بالرسم صدقت راهي مش تكذب، ماشي في بالها اللي هي كي تزيد الفولورز العباد باش يدخلوا يتفرجوا في ستوريات. بوتيت حكيكا ما عادش نعرف انا ما عادش فاهمه شيء. ما عندي ثقه كان فيك سموره، اقصد لي راني انا مانيش ربكم الاعلى، لكن لكن كل شيء في الحياه عنده قانون. الكونكور مجعول باش يكبر لي كونت، ويا حب هذاك شوفوا باش نقول لكم حاجه، 10,000 صحاح خير من 100,000 فيك. هما مش كل فيك، فيهم الفيك صحيح، اما مش الفولورز كل اللي زادوهم لكم فيك، صحيح معناتها، اما العباد كروشهم كبيره، يحب 200,000 ويحب 150,000 يضطر ويكذب عليك يقول لك باي بتيت خش، ما موش صحيح، صحيح صحيح من 10 يمكن 50 60,000 70,000 تكون صحاح. ف
فهمت، والباقي فيك على خاطر على خاطر خاطر ما هو شنو واحد براسه ما كتدخل كونت صفر صفر ماشي كيك هذاك كونت يعاقب عليه الانستغرام. وان بلوس قانون نتاع السنه صعيب، قانون الانستغرام السنه يعاقب جدا على الفيك فولورز عقابا شديدا، نحيلك الكونت كومبليتمون. معناها انت تعمل كونت وتخسر عليه فلوس وتخسر عليه مجهود وتخسر عليه واحد وتدخله في كونكور وتصرف عليه باش تكبره ومن بعد تنح، خاطر عندك برشا فيك فولورز في البروفيل. سويون اونيت ونعملوا في الفولورز اللي نقدروا نطلعوهم وكا هذاك، هذا هو اللي الانسان يلزم يفهمه. انا اكثر هناك ما نجم نقول حتى شيء. فيش يصير في الكونكور نتاعها مانيش قاعده نتبع، هذا هو يا بنيتي. مش قلت لي نحب نعمل برشا فلوس انا زيدة ودخلني معاك في الكونكور شيء؟ ما بيان سور قلت لك هنا يا اخي انت تو جيت عملياك على اساس تمرك فيا قدام العباد، انا ساعه ما قلتلكش الجمله الاولانيه حسبي الله ونعم الوكيل فيك، تبش تدور عليا ميساج. انا جيت قلت لك تحبش ندخل معاك ونمنعك من اللي انت فيه يا اخي، انت رفضت قبل ما تدخل وتعمل لي فيها ياسر واورا، وقلت انا ما عندي ما نخبي. انا العباد الكل قلت لهم راني قلت لمحمد وقلت لشيما والزوز ما حبوش، قلت الملك زيد وما حبتش، فقلت لكم ما نمش نعمل وحدي مال والتو ما بجيت خاطر بصراحه ما عنديش وقت. اما تو نبدا جينا ونبدا اما شيما زيد انت خليت فيه برشا بالكذب برجوليه شيما خايت كرشك كبيره ياسر وما حبيتش تفك، لا دخلت فلوس شويه من لي كونكور تو انت تحكي معاك تحب نتكلم بصراحه اكثر، ما نحبش ندخل معاك في عارك، انا نمتنع عني نتعارك معاك، تحب تتعارك عارك وحدك، اما انا ما نحبش، ما نحبش انسان ندافع عليه اليوم ونرجع من بعد تعارك انا وياه، مانيش كلبان، انا مانيش كلاب الدم اللي تعرفهم انت شيما اللي يدوروا على بعضهم وياكلوا بعض. رد بالك تصور روحك في يوم من الايام باش تهبطني لك النيفو العارك نتاع الحوم هذاك، وما تنجمنيش ما تعاركش معايا، خاطر انا عمري ما حبيت على مظهرتك، بالعكس تخلص فيا انت انا باش ندافع عليك. جيت طلبت منك مرة حاجة، مش انت كل ما تصير لك ازمة تطلبني ننصحك ولا ما ننصحكش؟ تو انت كي تقول لي هكاك نفرت لك انا تو الكرشة نتاعك، نوت كيفاش تطلبني كل مرة وشنيا تسألني عيب عيب الكلام هذا، مانيش طفلة صغيرة مش تعارك مع هاي لم علينا الحكاية. كيفاش وليت تحب ما هاك جيد الحديث؟ لا 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 قصوا الحكايه ما نتعاركوش في اللايف هذا، تو شفت كي وليت 6553 خاطر في باله معارك. لا لا مانيش باش نشرش حلها، مانيش باش نتعارك معاك بيشك، مانيش باش نتعارك معاك، ومازلت بالعكس اللي حبيت نمنعك اخر مره قلت لك تحبش ندخل معاك، وقلت قبل ما تدخل لي انت قلت لي انا طلبت من عند حما طلبت من ملك وطلبت من شيما ثلاثه ما حبوش، ما نعملش انا حاجه بالسرقه راه باش تشدوني منها خاطر انا اكبر منكم مانيش صغيره باش تحصلوني لدرجه على الفلوس تعملوا هكا. هاي وليت شريت النعار سمر اكبر منك وزيد الحديث راكم اخويت. مش دخل مش تيح تيح رويح مش تيح رويح عليهم لكونكور شنو مش بتقتلوا بعضكم في اخر حلقه في المسلسل اللي صليوا على النبي فيلم باش فيلم مخدوم. انا فيلم بين مخدوم يا والله حديث هذا واحد كان قاعد رايح طب دخلوا معهم في العش بدوا الموضوع مش خير قديش تموتوا على لعب الحكاية تدوم قديش الفلوس تغلط الناس في رواحها. يا بنتي احكي لنا على الطاقة تفضلوا سألوني اي سؤال اخر فازي يا شو العبيد قدي دخلت مش في بالهم اللي انا باش تعارك انا وشيما ونفرش حلها ونو ومن بعد يقول لك شبينا في الفقر العينين يا والله حبيت فرجك مش سكر 10000 مش نتعارك اخرج اخرج مانيش باش نتعارك انا راه سماره. وش رايك في تنظيف طفل داخلي ربي يحفظك تنظيف شنو تنظيف طفل داخلي سماره وش رايك في تنظيف طفل داخلي ما فهمتوش هي تنظيف داخلي استر ربي كان دافع عليها برا ربي معاه هاي دارت دارت على الناس كلها تو إذا ما ديما يتكذبوا احنا نقولوا وي اح اح يا اخي انا شرقت منك
يا اخي انا مزيتك اخر مره توا مزيتك قلت لك باي توا لايمت لي فيتو بالشبيراتي وكلمتني درت علي علاش خازم يجي معناتها نقول اي ما انت خليت فيه ياسر بنيت عمي من الاخر تدبر راسك توا سلكها مع روحك وانا توا الفلوس شايمه ما نعرفش كيف ندخلها نسال فيك انت هكا توا سمرة عادي نعمل عملية شفط دهون مرة ثانية بعد 4 سنين من الأولى علاش نجم تضعف علاش تعاود تعمل شفط مرة أخرى هي عملية ثقيلة الوزن علاش التساهل في أنك أنت تضعف وعلاش التساهل ياسر متهاونة مع بدنك ومع صحتك هو راهي عملية الشفط من العمليات الثقيلة جدا اللي تموت فيها العبيد علاش تعاود تعرض روحك لنفس العملية نجم تضعف أضعف وكا سمرة حللنا انت وحما لايف علاش باش نقعدوا انا وحما ناكلوا في الحم شايمه باش نتوما تتفرجوا هكا تاو تعرفوا حما وشايمه متعاركين وتحبوا تهبطوني انا معاكم في العركه انا سلوتا هوني اليوم باش حما يجبد لي على شايمه ولا انا نجبد له على شايمه ونقعدوا احنا ناكلوا لها في الحما خاطر هي وحدها في العركه ليه ودي انا ما نتحميش انا ما نتحميش نتكلم على روحي ندافع على روحي ندافع على عبيد وحدي كيك سمرة بربي كيفاش تتخلص من تفكير المفرط التفكير المفرط يلزمك تعبي روح تعبي الوقت نتاعك وما عنده حتى حل غير انك تعبي الوقت نتاعك بالزاكتيفيتي بالمعارف بالخروج ما تنجمش ما عندكش تفكير عندك تفكير مفرط ما عندك برشا وقت فراغ ديما قابلين بعضهم هذوما الزوز تي ولي 20000 ليلى ما نحبش 20000 انا والعبيد تفرش في العرق ما نحبهمش الطرق هذوك ما نحبش انا ما نحبهمش اللي يحبهم صحه وفرحه انا ما نحبهمش ما نجمهمش نبدا العبيد تتفرش وانا نعمل في عركه عليه فشقه شنو باش نربح هين شنو اليوم باش نربحوا معناتها باش يتفرجوا فيا اكثر باش نبيع اكثر كي نعمل عركه نبيع والحمد لله سكسي اكثر من اللي عندي الحمد لله عندي عليه نعمل سكسي بعرك وزيد انا ما عنديش حتى دخل فيها والله لا نعرف اللي دايرين عليها معناتها ما نعرف عندهم برشا مكبشين فيها شيمه يعني كالعاده تبقينا قلت لي شبيك قلت لك شبيك قلت لك برجل هي تمدات وكاو تاكل في بايا وكاو لا اكثر لا قال يا اخي قامت راه شرشحت لي قالت لي انت قلت لي نحب برشا فلوس ولا شنو ودخلني معاك في كونكور تو انا معناتها نستنى فيك انت دخلني معاك في كونكور خلينا طلبت منك شيء هذا بالطبيعه وقت اللي تعاركت انت وحما وملك قلت لك ندخل معاك ونعاونك باقي ديما نحب نعاونك معناها يا اخي انت وليت هكا بنيت عمي وليت انا قلت لك دخلني معاك وليتي دورتي عليا اليوم برا مثال شيء صح وفرح يلزمك انت تقعد تاكلها في يومها وانا نقعد ديما ندافع عليك هكا معناتها باه بلاي سامورا كيفاش تتعامل مع المتنمرين في السوشيال تبعثوا مين هيك وسيله برشا ربي ينصرك على من عاديك انت اصدق وحده لا ما عندهاش علاقه بالصدق لا ما عندهاش علاقه بالصدق الحكايه عندها علاقه بالحقيقه الحقيقه تقول انه هما دايرين عليه خاطر عملت فلوس هذه الحقيقه وهي تمدت في الكذب هذو مزوز صحاح ما نجموش نبدلوه حتى كي نقولوا انا غالطين هما ظاهرين صحاح معناتها يا اخي انا صدق الله العظيم مش العبيد تتم مني كنا العبيد الكل تحب برشا الفلوس بيان سور حتى نحب برشا الفلوس بيش سمارة ما تطيحش فيه لا ما نطيحش انا في بيش لا انا نعرف شنو نقول انا كي تسالت قلت لي لازمني نقولوا عندي برشا لكن انا نحبها شيما فذيك علاش ديما ندافع عليها نحسها طفله تتعارك هي والدنيا وعملت روحها فنحترمها الحكايه هذه ما نجمش ننكرها لكن ونغلط وكل وش هي عمرها يا اخي شيء صغيره طفله صغيره هي غلطت طمعت ولا ما عرفتش تتصرف ولا هي عندها راهي تبدا تحط فيها حبل نابل مش اشك فورا هكيك ياسر بادي هي في تصرفات فما تعرفش حتى تدافع على روحها فانا حسيت اللي هذاك كي تكلم وقتها قال عليها كذابه وانت تتكلم تقول كذابه دخلت دفعت عليه دفعت على المبدا مش على عليها هي خاصه لا خاطر هي غلطه هي غلطه ماهيش مش غلطه ما كرنيش وانا لكن مش انت كيما الدنيا قايمه على خاطر عملت فلوس لاكثر لاقل هذيك هي لكن هي كذبه هي كذب عشان تحبنا نعم هي كذبه لكن هام يخدموا معاها وهاي تبيع وهام تدخل معاها في الكوكو نجموا نكون عاطيها هذيك واللي قاعد صايب فاذا هي قاعده تدبر في راسها خلت تدبر راسها كاو علاش قايمه عليها الدنيا قايمه عليها الدنيا على خاطر اسمها تقوم الدنيا وكاو هما هام انه يقوم عليك الدنيا انت عملت حتى شيء خليها تزيد تعمل هي باش تقوم عليك باش تقوم عليك هكا وي شيء ما عنده سيستيم عنده سيستيم ما نجمو حتى حد تسمع الكلام الكل تفلترو وتكمل تخدم على روح معناتها ما يقلقهاش ما يهمهاش فهمت شنو ماهيش من العبد اللي تقلقو ياسر كي تدور عليه ولا تعمل عليه حمله نو با دي تو ما يقلقهاش تبعثك كومبليتمون تكمل تخدم على روحها هكا
تكمل تخدم لي كولابوراسيون تعمل لي كونكور ايل سون فو ايل سيستيم هذيك هي سيستيم عندها قوه في النقطه هذه انا لا انا ما نجمش انا يدوروا علي العبيد نرجع روح نقول عليه داروا علي شفم نحاول نرجع روحي سمارة يعني كيقول طبيب نفسي شنو هذه تنظيف الطفل الداخلي من صدمات قديمة طبعا اي صدمة قديمة تابع الطفل الداخلي ما شاء الله على شعرك شنو روتين متاعك وشامبوان امان انا تو بوغ لو مامون نعمل في دي روتين مختلفين مجابوش لبعض تي منافقين يعطيوها فلوس ويتبعوا فيها جوست طمع هذيك هي سمورة شيمة برج الحوت شنو هي السيستيم تاع كونكور يا اخي كونكور عادي انت عندك باج تحب تكبرها في 24 ساعة كوميرسيالمون تحبها اكبر انا عندي برشا فولورز تعطيني فلوس انا ربح العبيد ما فيها شيء معناتها انت دخلت وانت دخلت وانت دخلت الماركتيكا كل واحد يعطي بار في الفلوس ومن بعد تمشي هي تاخذ ايفونات والفاضل من الفلوس تاخذه هي عادي باهي هذا الكل الى الان انا راه عادي وانا من اول ما سالتوني طول عمري نقول لكم الكونكور عادي مانيش راه فيه عيب على خاطر لازمكم تفهموا لي مارك يمشوا للشركات نتاع الببليسيتي نتاع الماركتينغ والببليسيتي ويدفعوا زوز و4 ملايين اقل حاجه زوز ملايين باش ياخذوا فيك فولورز يبيعوا لهم في معناتها يعرفوا بيدو يعرف يعطي فلوس اللي هما دي روبو دون لو طون بتيتر ما كانوش يضروا لكن عمناه والاخر عمناه والسناء الانستغرام شد تجديدا شديدا جدا على الفيك فولورز ولا اللي عنده فيك فولورز بتيتا بتي البروفيل نتاعو يبدا يتيح يبدا يتيح يبدا يتيح والفيوز نتاعو يبدا يتيح واللي معاش اكتيف جمله واحده وكيهبط ستوري معاش تفرش في حتى حد معناتها يتيح ياسر يتيح شادو بان وينجم في اي صباح يقوم يلقاه اتسكر البروفيل نتاعو والفيك فولورز هم نوعين فيهم لي روبو ومعتها مش غالين ب 50 دولار تشري 100,000 فيك فولورز معناتها فهمت هذوما اللي عندهم دي كارت سبيسيال وكل وثم نوعك اللي يبداو دي مومبر نون اكتيف كيما مثلا انا نعمل دي برشا دي كونت وندخل بهم نشارك في الكونكور هذوك اسمهم دي مومبر نون اكتيف لي مومبر نون اكتيف من الاول ما يعملوا شيء بتيتا بتي بعد شهر بعد شهرين يتيح البروفيل على خاطر الانستغرام ديما يفلتر البروفيل ديما يعمل ميزاجور للبروفيل اللي موجودين عنده فيطيح لك البروفيل نتاعك هذه هي معناها المشكله اللي في اللي كونكور فكي شيء ما تخرج تقول ميساج خلنا نحدد لك ونعاود لك يا مدام شيمة كي تخرج انت اخر مره وتقول انا باش نعمل كونكور نطلع به لي فيو تولي وتبيع وطلعوا لي فيو هنا تكذب على العباد تكذب وتكذب ياسر معناتها تكذب لين الكذب صار منتهيه وانا كي باش نخرج نعمل دي كونكور باش نقول راهو ذي الحكايه ما تصيرش فانت باش تطلع كذابه بطبعك فهمت معناتها ماهيش جديده هي عليك لكن باش تتضر في خبزتك وانا قلت لك يا شيماء هيا نعملوا كونكور مع بعضنا لكن انت هربت هربت خاطر تعرفني انا الحال الميل ما رضاش بيخطر باش نستويه لك الكونكور وانت ما تحبش يكون يستوي لك الحال نتاعك قلت لك وكلمتك وقلت لك يا شيماء كلمتني هم داروا عليا هم عملوا لي قلت لك شيماء ما تحبش ندخل معاك انا في كونكور وتو نقدوه مع بعضنا يا اخي انت قلت لي هذا باش نرجع لكم في صعد باهي في صعد شعلينا فيه اما انا نهار اخر كي ندخل نعمل كونكور هذا كان دخلت وهاني تو باش ندخل شماته في زب ورم العباد الكل والله لما ندخل نعمل كونكور باش نقول لي كونديسيون صحاح واللي لازمهم يصيروا في لي كونكور اللي راهو فماش حاجه اسمها فيك فولورز خاطر فيك فولورز كي ندخلهم لك كي يكون لك البروفيل نتاعك ويطيحوا لك البروفيل نتاعك ويتسكر البروفيل نتاعك ويطيحوا لك لي فيو وما فماش بيوع في لي كونكور ثم نسبه نتاع فولورز اكثر البروفيل نتاعك يكون يولي صح جدي نامبورت كوا ارقام معناتها هذو هما لي كونكور البنات هذا هو كونكور ينجم يمشي 6 زيت وقت يبدا فيريديك إيش معناتها؟ معناتها انا دخلت عملت ابوني عندك انا مابخ اكتيف انا ديما نحل انستغرام تاعي ولا دو طون زون طون وانا بالحق بيرسون اكتيف مش زيرويت ومع بروفيلك عمري ما عاد نحلو معناتها هذيك حاجه تنجم تعاونك انك انت الستاتستيك نتاعك ما يتمسش ما يتبدلش فهمتوا معناتها يقعد هو بيدو اذا مثلا عندك 2000 يتفرجوا فيك 1100 250 100 يقعدوا ديما يتفرجوا فيك هذوك وبتيتر بتيتر حاجه ماهيش اكيده لكن بتيتر ماك العباد اللي دخلوا جوتا مع بيت تولي تتفرج فيك يعجبها البروفيل نتاعك هذه حاجه مش اكيده معناتها مش الكونكور ما تنجمش تبيع باللي كونكور ولا تعمل فيزيبيليتي بالكونكور كونكور يكبر لك الاعضاء اللي عندك مثلا تكون عندك 5000 واللي عندك 50 و60000 و70000 واللي بصراحه انت كنت في 4 و65 تنجمش تعملهم على انستغرام
من غير ما تعمل دي كولابوراسيون. لي كولابوراسيون مكلفين، فلا معناتها برشا فلوس ياخذوا للعباد اللي يبيعوا بالكدا. فاش يعملوا العباد؟ يمشيوا للكونكور، اوفر لهم باش يكبروا البروفيل. البروفيل نتاعك كبرت وتنفسر هي لك كيما شنو بالضبط بالضبط. كيما انت مثلا كان البوتيك نتاعك في النهج التيلاني بكل، وليت في النهج القدامي، لكن هذا معناتها ما يمنعش انك انت مش هذا اللي باش يخليك تبيع في الانستغرام، اللي يخليك تبيع لي كولابوراسيون. دايو حتى محمد غنيغمون قال لكم، قال لكم راهو البيوع باللي كولابوراسيون مش باللي كونكور. لي كونكور تكبير البروفيلات، لكن نكبروهم بالصحيح، ما ندخلوش الفيك فولورز للعباد، ما نعملو لهمش دي بروفيل ما يتحركوش، ما فهميش جامدين كي نون با اكتيف اناكتيف، دي بروفيل اناكتيف. دي بروفيل اناكتيف يضروا برشا، هذا هو الصحيح. وكاو نسكروا الموضوع لهنا. شو اسمه الجلوس؟ هما زوز لمحالة. ثم هذا ميكاب ريفوليوشن موجود في ريفوليوشن وكملوا الوحدة، وفما هذايا لكن هذايا ما فماش في تونس من برا، لمارك بي جلوس، لمارك بي ولا بيز ولا ما نعرفش حتى اسمها، استنى خلنا نثبت لكم في اسمها. كانجي هذايا صدقوني لا نعرف اسمها، لكن هي بي تلقاوها هوني. وهذه كانجي، هذو مزوز فوق بعضهم، هذا وفوق شوية من هذا. ما هيش باش تسجلوا بيبي، كام داون كام داون. برشا عبيد دخلت ها، اكومونسي افو سويفر، كومونسي افو سويفر، كومونسي افو. صار هذا علاش وما يعملوا في العركة 24 ساعة؟ بديت نفهم فيها تو، بديت نفهم. فما عجيت عمري ما فهمت بعياجي. كومونسي افو سويفر، يمكن ميتا ودخلوا كومونسي افو سويفر. سمارة حل طبيعي للشيب كان عندك. لا التخطيط اليومي يساعد، شو رايك فيه؟ يعني انه قبل ما ترقد كل يوم تكتب شنو لازم تعمل غدوة. هي حكاية ماهيش خايبة، وتنظم الوقت وتنظم الأفكار، لكن أنا ما قدرتش عليها خاطر أنا جو نيم با لي زوبليغاسيون، لازمني نعمل غدوة. لا، كلمة باش نعمل غدوة تكون أريح. شنو النورمال مون نعمل غدوة تكون أرتاح للنفسية نتاعك. سي تو. شعري طايح شو نعمل؟ شوف ميل حريقة وميل كليل الجبل اللي زيد غلا هذوكم راهم ومعاهم الخزامة اللي تخوا زيد غلا هذوما راهم يعاونوا باش الشعر ما يطيحش. لكن إذا عندك مشكلة ديما تطيح الشعر بصفة غريبة، سيرتو كي تبدا الشعر خصلة كاملة من الشعر وهابطة بطولها، هذيك لازمك تمشي عليها لطبيب نتاع الجلدة. فما حاجة كي فا با دو تو في البدن نتاعك. الشوت ينجم يكون شعر طايح برشا مفرق هكا، هذاك نفهمو. شوت ينجم يتعالج باللي سيروم، يتعالج باللي سوان، يتعالج باللي ماسك، يتعالج بنامبورت كوا بدي برودوي. لكن إنه يكون خصلة تبدا هكا خصلات هكا ما تتقى خصلة كاملة كي طايحة في المخدة، هذيك حاجة يمشي عليها الطبيب تجري 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 الوحوش الضارية. ما نصورش لي برودوي اكستيريورمون ينجمو يعملو لك حاجة. نقص حديد، شنو نقص حديد؟ نقص حديد سبب من الاسباب نقص الحديد، مش هو السبب الرئيسي. سمورة الكيس منين شريته ونسيت، صافي لونك طم بس نسيت بصراحة، بعد ما نعرفش معناتها مشيتوش المرة هذيا عندي من الدار الاخرى. ويظهر لي في كولابوراسيون، يظهر لي اسمها ألور ديكو لا باج اللي خدمت معاها وقتها. ألور ديكو انت تفكرتها بلي بدي اختار، ما خدمتش برشا المعون وديكوراسيون، فقط نتفكرهم لي باج اللي خدمت معاها. ألور ديكو مناش عاد مازال عندها ولا عمناول ولا ولت عمناول خدمت معاها، ولت عمناول خدمت معاها كولابوراسيون في المعون والواحد. ألور ديكو هاني تو تفكرتها بلي كدا، السيجل نتاعها ابيض في راسها. ما نساش لي كولابوراتور نتاعي راني كيفاش يكون التساقط الطبيعي. التساقط الطبيعي ديما يصير في الخريف، هذاك عالم موش حاجه لازم عند الشعر ديما يتبدل. لازم ادخل درا شنو في في ترمة امك وليد عمي في جعب خالتك. سموره كتاب عجبك نتاع تنميه بشريه برشا كتب، وديما تسالوني سؤال ما استحضرش الكتاب، كي نبدا واحد يجيني مليار و500 كتاب في مخي. سمورة دخلت نتعلم مكياج، ممكن نصيحة منك؟ نحبك ربي يحفظك. شوف راه المكياج ما تتعلمش المكياج، تتعلم لي بون تكنيك، لي بون تكنيك اكحو. لكن الاسبيراسيون
والمكياج اللي باش تعملو انت اذا تابع شخصيتك وتابع الممارسات نتاعك معناتها الاجتهاد الشخصي نتاعك. على قد ما تعاود المكياج تعاود 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 تمكيج العبيد تمكيج العبيد تمكيج الروح تمكيج العبيد الروح سي وتخش هذاك اوتو ميك اب تمكيج العبيد تمكيج العبيد تمكيج العبيد يدك تتمرس وتخرج حاجات كبيره برشا. الشخص ديما حط مكياج قدامك وعاودو. الشخص المناسب مستحيل يسيبك على حاجه ما عندكش فيها دخل ربي وحتى عندك فيها دخل ما يسيبكش. سماره شيء شنيه العشاء جبت مقرونه بالصلصه من عند امي مرقه خضره اما ما كليتهمش. نجم نحطو كواترو فيه القران فوق فرش بيت النوم بيان القران في كل بلاصه يتحط كان في التواليت. سموره بالله ادخل في دومين الكونكور باش ندخل ما لقيتش وقت ما لقيتش وقت ما لقيتش ما لقيتش ونستنى في محمد خويا باش يجي يعاوني على الحكايه دي خاطر انا لن نجم. شوفوا يا جماعه باش نبداو واضحين انا اللي نجم نجاوب على العبيد في البيتفين نقعد نوسع في بالي وانت قديش وانت قديش ونحسب فيهم قديش من واحد ومن بعد نمشي نشي لايفونات ومن بعد لايفونات هذوك نفرقهم على العبيد وين البيعه هذيك الكل ما نجمهاش. دايوغ حتى حما ولد عمي واقترح علي قال لي صبر ادخل في لي كونكور قلت له ولد عمي انا الشيء ذا ما نجموش انا راسي وجعني من الحكايه هذوك. ومحمد خويا كل مرة يقول لي اعمل لي كونكور اعمل كونكور يا محمد راني ما نجمش مع لي كولابوراسيون اللي عندي مع المسؤوليات اللي عندي مع الخدمة اللي عندي البنات راني عندي حياة في الطبيعة وانا مرة بطبيعتي ما نحبش برشا المعلومات برشا 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 والحساب برشا برشا. انا عندي دو بروجي نتاعي انا واحد من قبل ما نبدا الانستغرام ماني قلت لكم عليه ألف مرة وواحد بعد ما بديت الانستغرام واحد بروجي اثنين اوكي دو بروجي تعبوني تعبوني مع انا نقضي مع عندي بنتي مع عندي مع نحب النوم برشا نتعب نقلق نقلق يلزمك التزام ودرش. وحتى كان عملت لي كونكور جوش عملهم كل جمعه انا نهبل يومكم يمكن مريره في الشهر مرتين في الشهر هذاك هو ما كل جمعه وانا كونكور ولي كولابوراتور الاخرين وقتاش باش نخدم لهم ونمشي نلقى لهم سوف وخدمتي وقتاش باش نخدمها وقتاش باش نتلهى بيكم ونعمل لكم لي لايف اذا باش نعدي 50% كولابوراسيون وال 50% الاخرى كونكورات ها تو بعد عام نطفى ونطوف حكايتي بعد ليله نحكي مع العباد ما عنديش شوفوا طاقه طاقه اللايف هذا اللي نعمل فيه برشا طاقه يزري نبدا مرتاحه. مثلا انا اليوم ما بطش عندي قضيه في وسط البلاد عندي قضيه في المنصف باهي حاب نمشي نشري زوز ماكينات صابونك الصغيرين دوك شخص فيهم لي سوفيتمون ما هبطش وعندي باش نخرج مع صحابي في الليل قلت لهم مانيش خارج خاطر عندي الكولابوراسيون تاع الحوايج هذي وعندي لايف هذوما الزوز يطلبوا مني مجهود ما نجمش بصراحه ومشيت لامي هزيت لها القضيه اللي جابها لها محمد من ايطاليا شوكولاته وكبوت وبوني ودرا شنو مشيت بحذايا غاديك وحلت معاه في القضيه الساعه رجعت لهنا عملت هكا كود باني شعري فيسع ما جبدته غسلت طرافي لبست عملت لي ستوري وانا كي نعمل خدمه نعملها بالكدا نقعد لها نحكي عليها بالكدا نفصلها ونشرحها ونخرجها هكاك انا نخدم هكاك ومن بعد لايف ومن بعد يطلعوا لي فيه عركه ديجا لايف برا شو دوبل انرجي نخرجها هيك هو انا مني باش نجيب إذا صورني انا عندي كولابوراسيون بعد كولابوراسيون عندي لايف نتاع كونكور ايوا كان نمشي نرقد من بعد قلت باش نحكي معكم عندي ما نحكي معاكم إيه؟ نلقى عندي 788 كولابوراسيون قلت باش نحكي مع العبيد ما نجمش نقبلهم الكل تي انا من اول الحياه تجوني 10 نختار واحد باش نجم نخدم واسوامي غاليه اي غاليه خاطر ما نخدمش برشا دي كولابوراسيون معناتها الفونت اللي باش نعطيها لهذا وهذا نعطيها لواحد برك فهو باش ياخذ النصيب الاكبر فيزم يخلصني ويعطيني حق هذا من الاخر معناتها فبطبيعتي ما نخدمش برشا دي كولابوراسيون واسوامي غاليه مش نسكول تنجم تخدم معايا ونقول لكم توكور ونخلص في ليزامبو واموري واضحه وانا اول انستغرام نعمل باتين ده في تونس خاطر انا ما نحبش الفلوس ما عنديش فيها الحق ما يباركليش فيها ربي انا البركه عندي برشا حاجات الصحه المال راحه البال بنتي امي دوك بركه عندي انا كي تبدا عندي برشا فلوس وهذيك مطيشه في السبيطار والاخرى ما نعرفش عليها فاش تعمل هذيك مش فلوس عندي انا نموت منهم الحكايات هذوم وكل واحد كيفاش يشوف توجه في الحياه كل انسان كيفاش يشوف فما زاده دي زوتر انستغرام غلي نعطيهم برشا حق ومانيش ضدهم في الفكره هذه ما نجمش نعملها لكن مانيش ضدهم فيها مقتنعه 3000% اللي هي صحيحه يقول لك انا عمري في الانستغرام والسوشيال ميديا والحكايات هذوما قصير انا باش نلم نخدم لي كولابوراسيون كله نخدم لي كونكور وني كلهم ونلم باك وصيح وبول عليها الناس الكل خاطر لك عملت الباهي شكروني ولا تفكروني ولا كرموني ولا حتى شيء الناس الكل تعامل فيا ورقه نتاع دولار حتى انا مش نتعامل معاهم بالفلوس اللم اللي باش نلم وانا في 10 سنين اللي هو في عام هاو من الاخر نعطيها لكم يقول لك انا هكا ولا هكا باش نطفى انا هكا ولا هكا بابوري باش يزفر خليني مادامني واقف نضرب لها الباك والسيح ونمشي معاه اما انا ما عنديش الجهد باش نعمل هكاك انا كان نخدم تروا برودوي في كوزميتيك في شهر واحد نجم نهبل ما نجمش خاطر انا هكاك نخدم هو ماهوش غلط وانا مانيش غالطه الافكار الزوز صحاح خلينا نفهمها لكم راهو انا ساعات كي نتعب من الخدمه وربي شاهد عليا
نبدا عندي الحوايج هذوكم وعندي المكان وذيك ما حليتوش الباك وجملش باش نحكي عليه وذيك القطعه نتاع الروبه ما ريتهاش حتى ما نعرفش حتى لونها لازم نحلهم بلاج نتاعها. قال روحي مشي زني نعمل لايف وزم نتلي بالعبيد وزم نحكي معاهم وزم نعمل كونتوني جديد وزم ندور ناكل ونرقد نولي نوزن 400 كيلو نفسيتي تتعب في الخرا. ماهيش حكايه فلوس ديما نقول لكم لينا عقلي توا دخلت لنا شيء ما تعملي نحب نعمل فلوس شيء ما انت كي كنت تخدم بلاش انا ندخل في الملايين فما عيب الكلمه اللي قلت عيب للرب الاعلى مش على خاطر قلنا لي انت كذابه وانت تعرفي انت كذابه والناس الكل تعرفي انت كذابه تقوم تدور عليا معناتها وجعتني منك الكلمه للزب. ورغم هذا ما نحبش نحكي فحوى الديسكسيونات اللي صارت بيناتنا خاطر المجالس امانات به ما علينا. فبرشا كلام عيب عب باش يقولوا برشا كلام نسكتوا ما نقولوش به. فانا نتعب انا بروفيل يتعب فكي راه عبد ساعات يغوص نقول عنده الحق هو عمل البيه ولا عمل خايب شي يكونوا جد نتاع ابوه وباش يطلعوه منيك وباش يطلعوه قحاف وباش يطلعوه لهميق وباش يطلعوه خليه يغرف العباد تحبك هيك نقول لك هيك لكن ما عنديش سوفل باش نعمل لك هيك ما انا عنديش سوفل ما عنديش قوه ما عنديش قوه ما عنديش جهد ما عنديش صحه للستريس هذاك الكل. نعرفها ريبيكا الجزائريه والله كيف تحكي محلي نحبها برشا ريبيكا هاو اللايف شي يطلع تو فوالا وجدين هكاك بالضبط ساعات فوالا هاك بديت باش نموت بالضحك اضحك صاحبتي شنو هي المشكل مصائب قوم عنده قوم فوائد اختي بعد قديش صارت عندك القوه هذه. شوف انا ملي تولدت مانيش هكا الطفله الفينو الواو الكيوت انا بطبيعتي خرامي سخو ملي كنت صغيره تبقينا كانت عندي تيبه نتاع بهيم انا كنت بهيمه تخلف صحابي عقبوا في علي نحيولوا في فلوسي نحيولوا في حوايجي انا في اونيك ما بين زوز ولاد ومن بعد وليت ما بين ثلاثه ولاد كي بابا خذاه المره الثانيه فقعدتك في اونيك اللي ماكلتها تجي حتى الباب الدار خواتي يرقد واحد يرقد في الصاله والاخر يرقد في بيته في بيت الضيوف في صاله اخرى العربي نتاعنا وانا ترقاني راقده في بيت وحدي بيت نوم وماكلتش حتى الباب الدار وامي جابتني قريب ل 40 سنه معناتها انا ترعش عليا في العيش مزمر او من الاخر نعطيه لكم كنت خراومي سخون فكنت ليقه وديما نتلبد ونتلوسق في البنات نحب نصحبهم فنبدا نعطي فيهم في حوايج ونعطي فيهم في مكياج ونعطي فيهم في مصروف نصرف عليهم ونخلص بهم القصير. انا كنت الليبي ما حاشا الليبيه معناتها وسامحوني على الكلمه انا طونك انفلونسيز عيب نقول كلمه كيما كي خاطر تتحسب علي انتم كي تقولها نورمال انا كي نقول هنا نولي نكركر في سواديزون باهي. انا كنت العلوش البع نتاع الشله انا هي اللي نصرف انا هي اللي نخلص انا هي اللي نعمل انا نعطي حوايج حوايج تبدا عند البنات الكل اللي كليتو ضرب من عندهم على حوايجي وش يعملوا تابعه تسليف الحوايج انا نسلفهم ولا ما نسلفش خاطر كان ندخل بقطعه اخرى غير القطعه اللي نتاعي انا للدار ناكل تريحه عمري ما ريتها من عندهم وديما حوايجي ما فماش وديما امي ورايا من بلاصه لبلاصه تتعارك مع العبيد وترجع لي في حوايجي وانا اعطيني بركه يرضوا علي البنات ويصحبوني خاطر انا ما عنديش اختي فهمت باه نحاولي حوايجي نحاولي صاحبي صاحبي صحبي نحيهولي ونسكت ما نتكلمش نحاولي فلوسي تمنيكوا عليا برشا. فمن فتره المراهقه هيت التالي فهمت خليني عرست بكري خاطر كنت نراه في الحياه لينا يلزمني اخت ويلزمني صاحب من بعد فهمت لي مش هذيك الحياه لكن وقتها نحكي لكم وقتها يعني. فمن بعد ما وفقتش في عرسي الاولين وصارت لي مشاكل زاده كيف كيف ما علينا في ذكر الحاجات هذوما خاطر عباد تتفرج وكل فانا وليت عبد اخر وباقي جونتي قبل الغربه بعد الغربه وليت جراندايزر خاطر اكتشفت اللي حبيت روحي اكثر هو هذا لا اكثر لا اقل انا ما نقمت على حد شيء انا حبيت روحي اكثر معناتها بوزيتيف كانت التجربه نتاعي خاطر لا نقمت على العباد لا كرهت الناس لا كرهت الاصحاب لا كرهت الرجال ما عنديش جمله الحكايه هذوما انا جوست وليت نحب روحي اكثر برشا من قبل ونعرف قيمتها ونتوتر برشا كي عبد يمس قيمتي ولا يحاول يقزمني ولا يصغر من حجمي سامحوني ولا يظلمني ولا يتعدى علي ولا ياخذ حاجه انا ما نحبش نعطيها ولا يتلوسق لي على خاطر هو معناتها مصلحته هذوما كل نرفضهم رفضا تاما وليت وهكا بصبعي في عين العاب نكاشح ونتقبح ونضرب نيكلهم ونعملهم الكل وننتش بسنايه وبداية وبسقايه المهم انت ما تتعديش علي وحتى كانت عديت علي كوني الشرف اني انا دفعت على الاقل على روحي فهمت عمال نزيد نكبر تو انا في ليش 30 مش في 40 عمال نزيد نفكر اني انا ما عادش نحب نجاوب حتى حد وما عادش نحب نتعارك مع حتى حد وما عادش نحب زيد التلطيخ انا حاجتي بحاجه باش نعملها باش نعملها وكهو نقرر وننطلق طول ما عادش نقدر حد ما عجبك ما عجبكش قلت عليا بي قلت عليا خير مانيش فهمت انا رافي روحي بي وانا مرتاح اي بوي ما عادش نبرر هذيك زاده بعد 30 تفهمها
في اخر العشرين من 25 حتى ل30 تولي تتصالح مع روحك وتعرف قيمتك اكثر وتحب روحك اكثر وتدافع على روحك اكثر وتاخذ حقك اكثر وتفك حقك اكثر وتبعد على عباد السامة اكثر. اول 30 ماشي لل 35 كيف انا تا 35 سنه في الادافريل نعمل تولي تبيع تشري مخك تشري مخك ما تدخلش في عراك ما تكسرش نمك ما عندك اوبجيكتيف تحب توصل له لعبيد ما عادش ترام توصل له الاوبجيكتيف نتاعك لا عاد يهمك كلام الناس لا عاد يهمك شو يقولوا عليك لا عاد يهمك تعجب رجيت ولا ما عادش عندك هكل لونغواس نتاع نحب نعجب نعجب ولا يروح ينيك فهمت شنو هو انا نعرف روحي نارت لي حاجتي براجل راني باش نضربوا على قلبي من الاخر معناتها وتولي الراجل عندك ماهوش اولويه لكن مش معناتها تنحيه لكن يولي بعد برشا حاجات يجي بعد محبتك لذاتك بعد مستقبلك بعد تكوينك لنفسك بعد حبك لحياتك بعد حبك لعائلتك بعد حبك للعبيد اللي الباهين معاك ما عادش يبدلك الراجل على تولي عندك افكار مستنده على واقع وعلى تجارب تولي عندك كلمه اقوى وتولي عندك راي اقوى وتولي عندك ثقه في روحك اكثر اي بعد توم ال 35 فما فوت نكمل 3 4 سنين ونحكي لكم على التجربه من الزن رزنت لين مصات رزنت لين مصات رزنت لين مصات ها انا حاليا والله مع المهم ما تفكيش تاع الناس هيك الاهم في الحياه علاش الانسان اللي عنده ايمان انه هو عنده رزق في الحياه وعنده نصيب مكتوب له قبل بخمسين سنه ما يبعث على وجه الارض وعمره ما يفك هو الايمان بالقسم بالقضاء والقدر عمره ما يخليك تفك متاع الناس خاطر الحاجه لو كان ليك راهي ليك خاطيك خاطيك هي متاعك هذيك تبداش هي في يد العباد كتبتلك اللي كنتي باش تتدرجح وتتكور وتتكعبر وتجي في يدك انت وانتي قاعد لكن الانسان يجتهد باش ياخذ حاجته نغزر متاع العباد ماهيش معناتها يسرق حبونا لا اما عندي ايمان نعرف اللي هي كان كتبتلي تو تجيني وماهيش متاعي ماهيش متاعي ماهيش متاعي خلينا باش ناخذ الدنيا تسحر بالاخر والعباد شنو باش تاخذ ما لازم عبدي نحي شويه من هنا سمرة كيفاش تخلي راجل يصرف عليا انا حشام ما انا نقول ونقوله اعطيني هكاك نقول نور بنتك عندها لانستا لا نضج الانسان قد ما يعيش قد ما يحس روحه موش ناضج راه انت تراني بتتخانك اكبر منك تراني ناضج عليك انا كي نقعد مع جمعيه الاربعينات نحس روحي فرخ يتيروا بيا تيرا كيفاه في العشرين انا في العشرين عندي نور بنتي ديجا اون ماما هزيت المسؤوليه قبل العمر هذيك الفرخه فرخه كنت فرخه في مخي مش فرخه هذيك هو عمري شنو هو خلاني ومشى وقالت لي شوف اللي بويا مريض وباش يموت حسسني بالفقد من قبل ما يتوفى بويا الله يرحمه زعما ربي الدنيا ترجع له الله غالب ما نجمتش نسامحه مش لازم تسامحه وانت علاه تسامح فيه تسامحه باش ترحم روحك وتتعدى لمرحلة أخرى وتطور حياتك وتتحل عينيك على الباهي اللي جاييك وتشكر ربي على النعمة اللي انت فيها باش ربي يبعث لك ما خير لا انت تقعد ما تسامحوش باش هو ما يزي كسرك ويزيد توا حتى اللي بعد الكسر يكمل ياكلك 10% اللي قاعدوا معناها تعشني تعمل انت قاعدة تكري في مخك وفي قلبك العبد مش قاعد يخلص في الكري اوكش معناتها ما تسامحوش يا بنتي ما تسامحوش خاطرك طيبة نحي وتيب على الشيرة فما حد طيب كل شيطانه في جيبه سامحوا خاطر باش تكون اذكى بالموقف اللي انت فيه سامحوا باش انت سامحوا باش تنسيه خاطر قد ماكش تسامح انت قاعده تتعذب بيه انت كاريه تشري في باك وعذاب كل يوم من عند العطار ومروح هو شوف باش فسرك حاجه هو عايش حياته بالطول والعرض وحتى كان صارت له حاجه انت مش باش تسمع بيه مش باش يقول لك راه صار لي وصار فرتح اعضائك الكل وبرا عيش حياتك على روحك وسامحوا باش انت ترتاح مش سامحوا على خاطر كنتي ناس طيبه لان طيب بلا وذني سامحوا باش انت تنطلق خاطر على قد ما تسامحتوش على قد ما قاعده تعمل لك وتكر في روحك وتكر في عظامك وبزيزلك قاعده تيح وقاعده تترخف بكلك مقزه في سنيك كليتي سنيك من هنا ولا عندك هذومك جديق الراجل من هنا عظمه منه وعظمه منه هي بي تخرى فيه هو قاعد عايش حياته راه شو كان باش تفهم انت باش تفهم انت باهو مع الاخر كي ما تسامحوش انت ديجا عطاك كفه هو هز يده وشرى وكي ضرب بكف ما رحمش الدم طرشولك في الحيط وقت اللي عمل لك كيك تقوم انت توا اللي تبقى من نفسك انت ما رحمتوش تحب ربي رحمك ماهوش رحمك خاطر لا ولا هو رحمك ولا انت رحمت روحك ولا هو رحمك ولا انت رحمت روحك ارحم روحك يا معلم ما يزيكش الكف اللي كليته وتوفى بوك الله يرحمه مازلت تحب تو تزيد يدخل بيك الشيطان اكثر هو اللي يقول لك برا سحره عمل له كوبه باش ما عادش يرقد مع حتى امراه
شقاولك توصل للمرحلة ذيك تزيد تخرج من ملة محمد جملة واحدة حتى ربي ما عادش يغزلك بعين الرحم بار يا خريفية الخرا ديك على وجهك يا نيس مخي بك عام شعرك أصفر ولحيتك كحلة دو نيمبورت كوا لوكم قديم تاع طونطون دو بليت لاسكو لا تغامينتو ميزامي يا لا لا مازلت غادي تقدم ليك وانتي ردينا على انيس خييييت عليك يرقد مع بقرة عييييت راهو يمشي يشد البقرة متاع حومتهم يشدها مسكينة بغيف فارحم انتي روح كون اذكى من الموقف يزي في البركة يزي ما توجعت يزي ما توجعت لا والله سيريوزمون هذاك هو الحقيقه انت كي ما تسمحش محب اغزل اللي ماهوش مسامح هكا يستنى في ربي يا ربي شمسه بدل يقول يا ربي اعمل له واش يا ربي الصحار نتاعك استغفر الله العظيم شنو تحبوا يعملوا تا يعمل وحده ولا هو حكمه في ذلك ساعات عبد يبدا عمل له انت شكون قال لك لو غلطه معك ساعات هو انت ظلمته مش فايق اسكت خير ساعات عبد يبدا ظالم عبد وهو مش فايق وكل عبد هذاك مشي من الظلم نتاعو وباقي يغسل في روحو مظلوم ودي برشا عبيد هكا راه مطلعوا لك الشعر في نهايتك اصلا بالعواج نتاعهم مخهم عامل هكا ماهمش نورمال الشعر في نهايتك ينبت منهم يبدا هكا صبعه في وسط عينك في وسط عينك يحط صبعه انت تقول اه يقول لك طيح لي في قدري بي اوكي ويكرز ويدعي بيك تدعي ولا روح الظم لبستك منين موجود كل شيء اختي في الاستوغي اليوم هبط عليهم بيبليسيتي برا شو برشا الوين فاهم ف سي با اسكت واسكت كل انسان ظلمك حتى انت ظلمته من في 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 زاويه من الزوايا يا ظلمت روحك يا ظلمته يا يكون هذاك فعل نتاعو هو يا رده فعل من افعالك انت لكن انت في الحالتين ترى في روحك الضحيه المسكينه دور الضحيه دور الضحيه قديش العباد تحب تشكي وتبكي يا ربي يا ربي يا ربي تحب نقول لكم علي ما نجاوبش على البريفين هاي باش نقول لك بالله جيني واحد بالله العظيم وراس بنتي ما عادش عز منه وبالله العظيم اللي هو اعلى من كل شيء لا بنتي ولا امي ولا حد شيء يقول لك بالله العظيم ربي حلفت بيه شوف والله والله يا كان شوفهمش يقولوا لي في البريفي يا راني تعرفي نشد نبدا نسلق في وجهي بسكين هاي كيفاش تقول هي سمارت ساعه تبعت ما عادش معطي حتى واحده فوكال تبكي فيها عصبي ترعش بكلها كي تبكي انا ما نفهمكش انت كي تبكي انا ما انا مانيش امك الحنينه باش نسكتك انا بعيد على روحي غادي هاش تعمل انت تكتب لي مساج تكتب لي مساج اقسم بالله العلي العظيم فيه اربعة دي باراجراف تكتب 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 للانستغرام بعد يقول له راهو سي ان سوفيزون ما عادش عندك سباس تبعث هذاك ومن بعد عاود تكتب واحد ما نقراهوش فهمتي ما نقراهوش لخص تعرف انت كي تكتب لك هي كيك شنو تفهم بار اكسبيرونس انا فهمتوا مش تعاطفوا الكلب الشرير ميساج انا كلب شرير ما خل نفهمك ما على خاطرك انت اللي حتى سيق على سيق مش انت اللي يجيك 50 ميساج هكاك كل يوم باه انت يجيك ميساج مره في 100000 وتفدي ما تقريهوش وتجي طول تعظم علينا سمره ما يش متعات اسمع لخص انت ديجا ملي تكتب في هذاك كل افهم ليه مش تفهمك كي تنصح بار اكسبيريونس خذوا من عندي العلم في الراس ليس في الكراس اي انسان يحكي برشا ما تنصحوش اسمع كلامي انا تسلم وتجي قدامه وتسكر يجيك وسقيك باش ما تاخذش طاقته اسمع مثالش بيك تسمع السمع الانسان المتالم صدقه اسمع وكهو كمل حكي اسكت طفقتش تنصحو كي يقول لك شنو نعمل الانسان اللي يحب النصيحه يتكلم بالفاسون هذه بالضبط هاي انا راجلي مد سكينه وعورني بها شنو تنصحني نعمل اذا انسان طالب النصيحه وبراسه يحب يخرج مشكل اللي هو فيه اما ها هو نوع الناس اللي ما تنصحهمش خديت عمري 19 سنه كليلي صغري وردت عمري وعطيته فرده نتاعي بيحة يا اخي هو مشي عطاها لاخته باش خرجت راجلها من الحبس وامه جاتني عطاتني تريحه في العشاء وانت تقولها طلق وفهمتني عاد سماره امه عطاتني في الواحد بعثني نايك جمعه واحده امه عطاتني تريحه مش نورمال وخوه خوه بدا عليا تحرش بيا اخوك قلت له اخوك تحرش بيا انا حسبتها من السروال وبيضرب فيها على وجهي وجهي وضني مفلوقه سمار بسم الله على اختي طلق ومسيش مشكل فهمتي عاد عاد انا الصغار اللي عندي زاد ولاو يتقبحوا فيا كيما بهم على امي اوه هذه تحب تسود لي عيشتي وتسكر لي باب الرزق يا مدام سمعتني شنو قلت لك طلقوا
فهمتني عاد سماره. المهم حسن كان نحكي لك لوستي ماي جيتني وسرقت لي عندي الفرده الاخرى اللي ما بعتهاش. مشي هو حرش اوكي وخبب لهم ياسر ويحكيوا على السحورات ومشيت ماي لوستي ما حكيت لكش انا منفضتك بالحديث كمل احكي عندي والدي انا اللي حليته المساج ما جابش مرقها. فهمتني عاد يا سماره ماي جيتني لوست وعندي ما عندي انا الفرده هذيه هالسبيحه الفرده الاخرى اختي انا حطيتها بعدها في الكوافيس دخلت اخته قالت يعني جبتك باكو غريل وتحكي تحكي لك تحكي لك فهمت حكيتي في الحمام الحمام تاع فقر تاع فقر برشا فقر كمين تاع فقر كبيره بمسش راسي وجعني. فهمتني عاد دخلت البيت نومي وانا قلت لها ما تدخلش البيت نومي كان ما تدخلش خو ضربني ماني قلت عم ما حكيتلكش قلت عمني ولقينا قلت لها ما تدخلش البيت نومي يا اخي راجلي دخل في الليل انا لابسه سوريه نوم في بالي باش نعجبه قطعها من فوق لحمي بيضرب فيها على صدري بالبنيه شعر الوقف في قلبي مشيت للسبيطار خلطت عليها امي يا اخي عرفت لها دوسي عطاتها طريحه هذيك لازم نسمعونا فهمت عصبي يا ربي يا ربي ريتني ما تخلط ليدي سمره بايش عنينا فيها ميساج لازمك تسمعها خاطرك انت انفلونسوز وهي مش انفلونسوز خاطرك انت انفلونسوز بنت نيجر مش مشكل بايز تدخل مع في حيط باي مش مشكل مش مشكل كله مش مشكل هاي نقول لها مدام من بعد يا اخي شكيتش بيك هو ضربك ما شكيتش بيمو على خاطر انا ما عنديش فلوس وبابا خاطر انا كي كنت عمري 17 سنه وبابا بضيع لي وخويا رقد معايا هاي باي يا اختي لطف لطف برا هذا راه حاجه كبيره اش بيك ما عملتش حتى شيء مع ابوك وتحبي تعملي تو مع راجلك اللي عملتي مع ابوك اللي كنت تعملي مع راجلك باي فهمت حتى نكمل لك الحكايه مو بابا قبل كان يقول لي كان يخدم فيا في الديار ويقول لي جيب الفلوس وكما نمشيش نخدم بابا كان يحط لي في يحط لي الحديد في ساقي دخلوا لي من ساقي خرجوا لي في عيني برا مأساة اخرى باش تحكي لك يا مدام راك ماكش باش تقدم وتجي اول كلمة ما عنديش فلوس كلمه ما عنديش مساله ما بنا بينا برشا كانت ما عنديش معرفة انا زاد اي انسان ما يحبش نعطيه فلوس قول له ما عنديش اي حاجه تحب تقولي انا بنتي مش نقول لها ما عنديش خاطر نبذل المجهود الكبير باش يولي عندي اي انسان يقول لك ما عنديش راهو هو ما عنده ما حبش يعمل لي فور باش يولي عنده لا اكثر لا اقل. ثم فرق كبير بين كلمة ما عنديش وبين عندي 100,000 أو عندي 10,000 أو عندي دينار شد عاون بها روحك. كلمة ما عنديش سهلة تقول لك ما عنديش يبرا اخدم أونليني تحبش دبر خدمة أونليني حتى جاوب على حتى ب 400,000 شهرية تي هاوك خير من بليش منين 400,000 ما يعملوني حتى شيء ما نجيبش نعمل أنت ما عندكش حتى باش تاكل وتتزبر انا ما عملوني عاد شيء 400,000 انا راهو سماره ما نجمش فهمت هي راجلها كله 600,000 ما نجمش يقولها ما تعاون بها روحك ما هي 400,000 هذيك تنجم حتى كي تسكن بحذا عبد ولا تمشي ديبانيك ما يخرجش حيوكل فيك وما شري ماكل انت وليدك فهمت معناتها بيخلي له الصغار في الدار وبرا امشي انت لداركم لا وخيج ما نجمش خلي وليد يا وخيج نبدا نسمع فيها تخبط نتخيل فيها كيفاش تتكلم النيكه بطريعه كاجي قدام وتضرب لي على صدرها باسك تزلها طحو من ظهري وخيج كفزت لي كروم عبيد لكل حاجه يسر ديغولاس وتشيب وشعبيه هبق على صدرها وتهر وجبد على صدرها انا ما نجم بينا نيك ماشي تحبني نقول لك يا اخي سحاره انا مش عقل لك حل ما وصل الحلول هذيك خويت والفوكال الفوكال اللي كنت تسمعوه انا لازم نسمع حتى الهيدا نتاع الباكي ما نفهم شيء تبعثي 10 فوكالات نحلوا لي نقاتب كي الاخرين نقاتب كي نقولها ما فهمت شيء عاود اكتب تعاود تكتب لي قولها اكتب بمختصر الحديث تي ما تعبش تفهمني يا سمر انا ولادي ما نجمش نخليهم بيك كيف باش تعمل ولادك ما تحبش تخليهم وما عندكش فلوس باش تهزهم معاك وما تحبش تخدم ب 400,000 وما تحبش تطلق وما عندكش باش تشكي هذوما انا كل ما قال حال تلقى لي ليها مشكل هاي تعرفش كيفاش انا ما نجاوبش على البريفي خاطر جاتني وحده قلت البارح والله لا محال انا لقيت لها حل ساعات تجيني عاد في ساعه صافيه هكا نجاوب دخلت نلقاها ما علينا فيها المهم هي خذات راجل هي تعيش في فرنسا وعيش في ايطاليا انا نعطي فيها في الحلول وهي هو علاش عمل لي كيكه سماره ما نعرفش انا ما نعرفش عليه علي عمل لك كيكه على خاطر انا مش هو هي انا نقولها فهمتي نجم تعمل هكا راهو تقد هكا وكل شيء واعمل هكا هاني مش سالتيني هاني جاوبتك اي فهمتني عصام هذا ما حكيتلكش انا مش ليله العرس عملي هكا يا بنتي انا مانيش صاحبتك باش تحكي لي مشاكل حياتك ما نعطيتك الحل ما نعطيش حل انا الحل نقوله في اللايف وفي البريفي نقرا المشكله وليت نرقع نعم فيه ونتعدى انا تكتب لي جريده الحوسين باش انا نعطيك الحل وانت تقولي انا ما عنديش فلوس ماني نعرفهم اللي جابت حط ما عنديش فلوس ما نجمش نخلي ولادي دارنا ما يصرفوا ما يحبوش يصرفوا على ولادي وكيف اللي داركم معناتها امك جابتك ورضعتك وخدمت عليك اللي نظهرها قاوس وزدتي انت مشيتي خديتي راجل ما عندوش وانت ما عندكش وقعدتوا زوز ما عندكمش خاطر انت نيجاتيف وهو نيجاتيف فقر عمره ما كان عيب لكن بفقر العقول عيب وزوز قاعدين تغزروا لبعضكم هكا ثبتوا في بعضكم شويه ومن بعد دوروا تتعاركوا خاطر ما عندكمش فلوس نجموا اللي عندكم فلوس اما انتم ما تحبوش حبوا تتعاركوا تخدوا تتعاركوا وتقولوا ما عنديش فلوس ما عنديش زيدوا تكبروها المشكله ما فهمش انتم زيدوا تكبروا ما عنديش فلوس ما عنديش فلوس غزوا ما عنديش فلوس تقولوا ما عنديش فلوس ما تضربوا بعضكم طيحوا خضر بعضكم الشرمة وتجيب وكمي ما تلقى عندها ثلاثه صغار كي انت ما عندكش فلوس عليه تجيب انت عليه تجيب في الصغار وتحل في ساقيك كي ما عندكش فلوس
علاش ما عندكش فلوس وتجيب في الصغار وتعذب فيهم وطلع لنا في المهبلة في المجتمع، واحدة مسكينة معقدة وثلاثة مهبلة خاطر ما عندهمش فلوس، عايشين في الفقر والحرمان هكا مسكن عاملين عليه. انت عليه انت كي ما عندكش فلوس عليه تحبل اه عليه بالسيف شدك بالسيف هو، وانت ما عندك التنظيم العائلي متاع باردو يعملوا لك الستيريلي ستيري عزاكم متاع الحبيله باش ما تحبلوش وشبيه ما, ما, ما عليه الجهل عليه توليو علماء كان كي تعملوا له عليه كان كي تبداو تسمعوا فينا في الكلام في لي كومونتير توليو تعرفوا تحكيوا عليه ما تعرفوش تحكيوا مع رجالكم وحماويتكم وعروفاتكم، علاش كان انا تبداو تسبوا فيا وانا ننصح فيكم لين كليت الخبط حتى لين جاتني شيء ما تعمل لي ما كي قلتي لي قاعد كان هي زاد باش تقبح فيا كامل تقبح دين امك تقبحين عن دين والديك تقبحين عن شويتوا لي قلب نتاعي بحكاياتكم. انا كي راكم عصابي تتوتر على خاطركم ما تحبوش تفهموا تحبوا كان تنبروا عليا انا وتسبوني، هذا كيفاش تكون ساهلي غير انك انت تسبني اش عندك عملت في حياتك هاك سبيتيني انا ما قلتوش في كومونتير ومن بعد يا اخي ما قلتش انا كومونتير مشيت انت في الجروب ومن بعد هاكي تو راجل كي كيفك في البلط شوف حل حياتك. لا انا سب في سمرة ليش عملت لك هاك هاك خاطرك سمرة انت حشيتو في حياتك وانا مزلت هابل كيف انا عطيتك في ليزاستوس لا صعيب علي اللي تعمل فيها ليه صعيب عليك نجبد في النجوم ونعمل بيهم في الورد انا ونبيع فيه نجوم بالورد الورد بالنجوم شنو اللي نعمل فيه انا انت ما تنجمش تعمله شنو هي العماره اللي بنيتها بالفسيفساء باش انت ما تنجميش تعمليها وشنو هي الطياره المركب نتاع الطيارات اللي كي تعملوا هكا يطير اللي انا عملته انت ما تنجموش نعمل في ستاندار اللي عم فيه الناس الكل انت جوست تحب تفخذ تفخذ تاكل تريحه في النهار تحل عمل عش ريح فازت نتاعك في الليل ومن بعد تجي تقول لي انا حبل ومن بعد تقول لي حرام ادرا شنو ومن بعد تجيب الصغير ومن بعد تقول لي باكل حليب بس نشوف عليه تجيب في الصغار كي هو باكل حليب 15000 ما تجيبش الصغار انت ما تجيبش الصغار كي باكل حليب ب 20 ولا عزاب قداش ولا انا كنت شفيه ب 15000 النور انت ما تجيبش الصغار ماني جيب واحد هكا هاو ماني باش نخاويه هو فقير ما عندوش هو مسكين يسخف الصغير خاطر ما عنده حتى ذنب باش انت تجيبه باش انت تحس بالامومه تحطه في مجتمع بالفقر واحنا كيلو لحم ولا ب 50000 نعم. ورقد انا تعبت تصبح على خير.